برضو معايا من السوشيال ميديا صفحة الأهرام على الفيسبوك اتكلموا على رحيل فايلر بيفتح الباب أمام بقاء أزارو في الأهلي. كل ده كلام سابق لأوانه ومفيش أي تفاصيل في هذا الموضوع. بنكمل معاكم اليوم السابع والصفحة الرسمية لليوم السابع، علي معلول يكشف للأهلي عرض الـ 45 مليون جنيه سنويا من بيراميدز. طيب، فكرة أن مسؤولي النادي الأهلي عقدوا اجتماع مع للدولي التونسي علي معلول الاستفسار عن هذا العرض اللي تلقاه مؤخرا، لكن بشكل عام علي معلول باقي في النادي الاهلي، وعلي معلول لسه مجدد الموسم الماضي ومستمر في النادي الاهلي في المرحله الجايه، وهتسمعوا كلام كتير عشان يهز ثقه الجماهير مع اللاعبين وانتوا داخلين على بطوله افريقيه مهمه. صفحه يلا كوره عملوا تقرير ميشيل يانكون مدرب الحراس، تقرير فني على وجود ميشيل يانكون في الجهاز الفني للاهلي، ولماذا تطالب جماهير الاهلي ببقائه الشناوي واشياء اخرى. هو فيما معناه تقرير فني على اداء ميشيل يانكون مع مدرب مع حراس المرمى في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وازاي جماهير النادي الاهلي شايفه في عنصر ايجابي بيحصل في الفتره الاخيره وتطور لمستوى محمد الشناوي. والتقرير بيتكلم على القاء الضوء على الاداء الفني للشناوي، الجماهير بتقيم المرحله ازاي، واكيد برضو الجمهور بيبقى جاي عايز المصلحه العامه وشايف الافضل للفريق الفتره اللي جايه. لكن بشكل عام كل شيء متعلق بالمرحله دي يوم الخميس ان شاء الله هتعرفوها، وباذن الله هتكون شيء افضل باذن الله. مكملين معاكم برضو، وصفحه الوطن سبورت على تويتر كتبت خبر ان احمد الشيخ بيهدد الاهلي تعديل العقد او الرحيل. طيب، احمد الشيخ ايضا كمان عمل ريبلاي على التغريده وكتب اكتبوا براحتكم وانا هاخد اجراءات القانونيه، اهم شيء عنوان الخبر يبقى بالشكل ده، مش فارقه بقى اذا كان الخبر صحيح ولا لا، الأهم أنه يضرب ويجيب تفاعل. وبالمناسبة الموقع ده مش أول مرة ينزل حاجة على لاعب بالنادي الأهلي، وأعتقد الحمد لله الناس عارفاني كويس، استقيموا يرحمكم الله. طيب، ده كان رد أحمد الشيخ على الخبر. وبشكل عام الفترة الجاية أحمد الشيخ مستمر مع النادي الأهلي، وبالتأكيد في تفاصيل هنتكلم فيها كتير لكن لما نعدي مرحلة يوم الخميس، لأن في كلام مهم قوي. لكن أهم شيء عندنا أن جمهور النادي الأهلي المعلومة والرسالة هتعرفوها من خلال شاشة قناة الأهلي، لأن في كلام كتير جدا الناس بعيدة تماما، وما يكتب بعيد تماما عما يحدث في الواقع داخل النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل فقرة تريند أونلاين، وهنحاول نلقي الضوء على موضوع هيكون فيه أهمية كبيرة بالنسبة للمرحلة الجاية تحديدا للبطولات الإفريقية الموسم القادم.